طيب لو جئنا إلى السائد حاليا في عالم الفن اليوم على تنوعه، نجد أن ثمة ممارسات غنائية وتمثيلية فنية فيها يعني خارجة تماما عن قيم المجتمع الإسلامي بغض النظر عن المذاهب، هل يدخل هذا في إطار حرية التعبير برأيكم؟ يعني إذا تناقض هذا الأمر، هذه الممارسة، وقامت على فكرة تناقض القيم العامة للأمة، أقول نعم لا ينبغي أن يتم التعبير عن تلك الفكرة ولو بهذه الصورة، لأنها تناقض ثابتا من ثوابت الدين أو قيمة من قيم الأمة العليا. لا يختلف الحال يعني بين أن أكتب كتابا أو أن أتكلم كلاما مخالفا لهذه الأمور أو أن أعبر عنه بصورة أخرى. لكن في النهاية هي هذه الفنون، هي أو التمثيل هو انعكاس لمرآة المجتمع، لما يحدث في المجتمع، وغالبا المدافعون على هذا النوع من الفن يقولون أننا يجب أن نتقبل ذلك لأنه يعكس ما هو موجود في المجتمع. إذا يعني في النهاية ليست إلا واقعا يعكس على مرآة فنية. وإحنا بالنسبة إلينا قضية الأداء والكيفية ليست مهمة، المهم هو ما خلفها. أنا من خلال عملي الفني أريد أن أهدم ثابتا من ثوابت الدين، أريد أن أفسد قيمة من القيم العليا للأمة، لا يختلف الحال بين أن أكتب كتابا في ذلك أو أن أقوم بعمل فني في ذلك. ففي كلتا الحالتين نحن نرى أن هذا ليس له مجال من حرية التعبير، لأنه سيبتلى بتجاوز ذلك النظام، بتجاوز ثابت من ثوابت الأمة، بتجاوز قيمة من القيم العليا، بتجاوز حقوق بقية الناس. في كثير من الأحيان حق الناس، حق الآخرين المادي أو المعنوي، لو كانت حرية التعبير تناقضه وتضاده لا ينبغي أن يسمح بها. إذن هناك خط يجب احترامه يفصل بين الإبداع وبين كيفما كان هذا الإبداع فكريا فنيا، صحيح، وبين القيم الكبرى للمجتمع التي يجب الحفاظ عليها، صحيح، وحمايتها. صحيح.